الصفاقسي. الصفاقسي التونسي وركله الجزاء بالنسبه للصفاقسي. ولد يا لعيب يا ولد، جول جميل جميل جميل. نادي الوداد الرياضي عمل ثلاثة فاينل، وصل ثلاث مرات نادي الوداد، واحد من الأندية ال 15 اللي وصلوا في هذه البطولة عام 89. نادي الإفريقي ثلاث مرات وصول للفاينل، فاز باللقب مرة وخسر اللقب مرتين، عام 97 بطل، 88 2002 خسر النهائي. خرج الإفريقي، نمشي على طول الكرة ثاني، تصويبة جول جول من نادي، مش ممكن مش ممكن مش ممكن يعدي الآن فريق النفط العراقي. يا ولد يا ولد يا ولد، قنبلة 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 قنبلة. حارس أيمن دحمان يوديه في خبر كان، والكرة تخبط في الأرض تعمل له مشكلة، إنما قلة خبرة قلة خبرة. هل كان لازم يروح لها بدري أم لا؟ إنما الكرة لما طبت عملت له مشكلة. شوف الطبة اللي طبت قبل المرمى دي عملت لدحمان مشكلة، ودحمان بطريقة لو عدى خطير يا ولد، خطير يا ولد، ممتاز الولد محمد داوود. داوود العب يا داوود يا داوود، تمشي على طول الكرة الثانية في اليسار. نفط العراقي فريق ممتع، فريق مميز. الكرة العرضية الثانية، محاولة تحضير، محاولة تحضير، عرضية خطيرة جدا، جول. يلا داوود يتقدم، ونشوف المساعد الشخصية العراقية العرضية موجودة، ثم الرأسية ثم المساعد ما يرفعش الراية. ادي العرضية ولحظة لعب الكرة، ما كانش متسلل ام متسلل، شوفها في لحظة لعب الكرة يا حبيبي. رأسية رأسية رأسية، ثلاث مدافعين حبير مع الكبير، ما فيش صغير في ال 16 فريق اللي وصلوا. المباراة اللي جاية هتكون نارية، وان شاء الله تغطية مميزة من ابو ظبي الرياضية في الفترة الجاية. محاولة تانية تصويبة هوبا، لكن يطلع الدفاع، خلاص اتكتبت للعراقيين، اتكتبت للعراقيين. الورقة الأخيرة كتبت أم لا؟ صفاقسي يغيرها أم لا؟ حكم اللقاء يدي وقت بدل ضايع، الوقت الضايع حق مشروع فيه والقانون يديله ذلك، والصفاقسي يلعب العرضية كذلك، والهدف يأتي الآن. 2-2 الآن، يسجل الصفاقسي يا ولد.